نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. تشكل عين زبيدة إرثاً حضارياً وهندسياً كبيراً تدل على عظمة هذا الإنسان الذي تفانى في خدمة مكة المكرمة وأهلها والقادمين إليها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من المكرمة. عين زبيدة معلم تاريخي عظيم خلده التاريخ، لأن هذه العين قدمت خدمات كبيرة للقادمين إلى مكة ولأهل مكة. نستكمل الحديث عن عين زبيدة ومع سعادة الأستاذ الدكتور عادل بن محمد نور غباشي. فأهلا وسهلا سعادة الدكتور، حياكم الله، بارك الله فيك. الله يحييك شيخنا. سلم يا مرحبا. جزاك الله خير. شكرا. حياك الله دكتور. سلمك ربي إن شاء الله يكرمك. كنا في ما مضى تحدثنا، الله يحفظك ويبارك فيك، أولا عن درب زبيدة وهو مختلف عن عين زبيدة. صحيح. وهي عبارة عن استراحات وآبار وبرك. استراحة تتكون عن أبار وأماكن استراحة للنوم وأمنية. نعم. نقاط بين العراق من بغداد إلى أن يصل إلى مكة. صحيح. وهذا من مشاريع زبيدة رحمه الله. نعم. رحمه الله جل وعلا. نعم. ثم بدأنا الحديث عن عين زبيدة، وذكرت جزاك الله خير أن عين زبيدة المقصود بها هي العين التي خدمت مكة وأهلها والقادمين إليها. نعم. بالماء المسحوب من أولا من منطقة حنين، وبدأنا في الحديث عن ذلك. صحيح. ثم سنستكمل الحديث عن الجهة الأخرى. ذكرت أنه يسحب من حنين عبر دبول وتخترق بعض الجبال. صحيح. ويصل إلى مكة بحوالي 34 تقريبا. نعم. كيلومتر تقريبا. نعم. نعم. ويصل إلى مكة المكرمة. نعم. هذه الدبول مغلقة ولا يستفيد الناس، يعني مثلا اللي في الشرائع التصميم؟ نعم، التصميم المعماري والطراز المعماري لهذه القنوات أو ما عرفت في كتب التاريخ باسم الدبول، أنا شاهدتها الحقيقة وعملت لها أيضا رفع معماري ورفع مساحي للمواقع كلها تقريبا. لا أبدا، لها فتحات، الفتحات هذه بعضها تكون إذا كان القناة ظاهرة على سطح الأرض فالفتحة تكون على طول مربعة. أيوة. عبارة عن غرفة تفتيش لتنظيف المجرى أو القناة. أيوة. وبالتالي أيضا السقية منها لأهل المنطقة المحيطة اللي في الطرقات. أبدا. نعم. وفي بعض أحيانا تكون القناة طبيعة الأرض تتطلب أن تكون القناة مختفية عن مستوى سطح الأرض 20 أو 30 متر. فإيش العلاج؟ العلاج أنه يعمل خرزة. سمى خرزة. خرزة. نعم. وهي عبارة أيضا عن غرفة تفتيش قد تكون تأخذ شكل دائري، قد تأخذ شكل مسدس، قد تأخذ شكل مثمن. معايا؟ أي. تقريبا هذه الثلاث الأشكال، وتنزل إلى عمق القناة وبالتالي يكون لها فتحة من الأعلى وترتفع على مستوى سطح الأرض حوالي 2 متر أو أكثر حسب المنطقة. الارتفاع هذا له سبب، انه مياه السيل لو جات ما تدخل الى داخل الخرزة تسدها. أيوة. نعم. يستفاد منها ايضا لو انقفلت القناة او سقطت حيوان فيها او سقط انسان، تنظيف للتنظيف والصيانة المستمرة، لان القنوات محتاجة صيانة. سقيا الاعراب اللي معهم البادية عندهم حيوانات ممكن بالدلاء حقتهم ياخذوا من المويه ويشربوا منها. فإذا هذه كانت فكرة المشروع. جميل. وتصل المياه طبيعية بتدرج سلس من المنبع لأن تصل إلى مكة المكرمة في منطقة المعلاة. 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 المعلاة هذه إحنا نتكلم عن كان في، أنا كان عندي خريطة يعود تاريخ العام 1298، بركة عرفت باسم بركة المصري وبركة الشامي، طبعا ليست لها علاقة ببركة زبيدة. أيه. بس بركة زبيدة تقريبا كانت في نفس المنطقة. أيوة. لو أخذنا مسجد الجن اللي في المعلاة بعده بحوالي يمكن 100-150 متر
تقريبا في هذه المنطقة، يعني تصب في بركة، بركة ومن هذه البركة أهل مكة يغترف الناس منها، يغترف بالدلو وبكذا بالضبط. فكان المشروع بهذا الشكل مشروع كبير جدا، مشروع حضاري انفقت فيه أموال ضخمة جدا، وهذا يعني شهدت له يعني آثار كثيرة جدا رصدتها في كتابي، واستفادت أيضا من العيون التي كانت موجودة من العصر الأموي وجهتها أيضا إلى هذا القناة لزيادة فائض المياه الواصلة إلى مكة المكرمة. إذن هو كان يأخذ من المصب في حنين وأيضا من سيوط، وماشي في الطريق يأخذ أي مصب، أي منطقة فيها مضان مياه أو تتجمع مياه الأمطار يعمل فيها برك تستقطب هذه المياه وتوصل على طول على القناة إلى أن تصل المياه إلى مكة المكرمة. جميل. بعد ما انتهت من هذا المشروع اللي هو الآن قلنا من العين زبيدة فرع حنين، نعم، أرادت أيضا لسه أيوة إنها تعمل عمل آخر، فراحت عاملة فرع آخر في كتب التاريخ المتقدمة، يعني زي كتاب الأزرقي والكتاب الفاكهي ما وجدنا إشارة، لكن وجدنا إشارة لها في كتاب قطب الدين النهروالي من القرن العاشر للهجرة. أيوة. إلى أن زبيدة أيضا هي التي قامت بجلب مياه العين من وادي نعمان إلى العزيزية عند مسجد ابن باز. الآن أيوة. الآثار موجودة، فأخذته من وادي نعمان، لو طلع من وادي نعمان، وادي نعمان أيضا يعتبر تجمع مياه أيضا، ما في كلام يعني مؤكد، لو إحنا طالعين إلى الهدى بعد نقطة التفتيش بحوالي 1500 متر إلى 2000 متر على يدك اليسار حتشاهد خرزات قناة عين زبيدة. أيوة، يعني حدود كيلو ونص كده تقريبا. أيوة، حتشاهد على يسارك وانت طالع إلى الهدى. أي مزبوط، حتشاهد خرزات قناة عين زبيدة. طبعا كل اللي بيشتغلوا على عين زبيدة يروحوا لهذه المنطقة يصوروها ويفتكروا أن هي هذه فقط عين زبيدة، هي لا، هذه العين الثانية أو المصدر الثاني أو المسار الثاني. أيه. لو جاء الذي كان يصب في العزيزية، يصب في العزيزية في عند مسجد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه في ذلك الزمان. طيب ليش وصلتها للعزيزية وما وصلتها لمكة المكرمة؟ أظن الجبل. الجبل، ممتاز يا دكتور. الجبل اللي امتد من عند مسجد بن باز إلى موضع مبنى أمارة منطقة مكة المكرمة حال دون هذا العمل. الآن اللي هو الآن فتح على جهة الحرم اللي هو محبس الجن، يعني العزيزية أصلا كانت كلها مغلقة، هو نفق محبس الجن اللي إيه، بس هو هي عين زبيدة ما راحت ناحية محبس الجن، راحت ناحية من عند بن داود. إيه؟ الإشارة اللي فيها الروضة والشيشة. أيوة، الروضة والشيشة، ممتاز. حتى في الشيشة كان في لها في بازان هناك مصور عندي صورته قديم، سبحان الله العظيم، كان في هذا المكان. صحيح، الشيشة الأبطح موضع أمارة مكة المكرمة، هناك التقت بالمياه القادمة من وادي حنين. فزبيدة وصلت عند مسجد بن باز وقفت. أيوة. ما قدرت تكمل. فكل اللي بيشتغلوا الآن وآثار القناة حقتها لا تزال إلى اليوم هي موجودة ظاهرة، فيصور هذه ويعتقدوا أنها، وهذه طبعا أطلق عليها عين عرفة في كتب التاريخ، نعم، أطلق عليها عين وادي نعمان، وأطلق عليها أيضا عين زبيدة. أيوة. فقطب الدين النهروالي وغيره من المؤرخين أشاروا لأنه هذه من عمل السيدة زبيدة، فإحنا مقتنعين أنه ما عندنا نص يخالف ذلك، هذا يخالف هذا الأمر. طيب. وطافت بها حول جبل الرحمة. أيوة، في عرفة. نعم. يا سلام، يعني هذه اللي من وادي نعمان. اللي من وادي نعمان، نعم. أيوة، كان القنوات التي تمر. تمر تدخل على عرفة. جبل الرحمة، وبعدين تمر من ناحية مزدلفة. أيوة. إلى أن تصل إلى العزيزية. أظن لحرصها رحمها الله أوقفت أوقاف لخدمة هذا المشروع. ما في شك، أوقاف كثيرة جدا لخدمة هذا المشروع، وكل من أتى بعد السيدة زبيدة كمل عمل صيانة لهذه الأعمال. فأنا شاهدت على سبيل المثال نقوش كتابية على أحجار البازلت. أيوة. مرصودة في كتابي المنشآت المائية لخدمة مكة المكرمة، وهذه النقوش يعني حينما اشتغلت يعني وتابعتها قبل حوالي 35 سنة أو أكثر، كانت في ذلك الوقت محفوظة في المعسكر الكشفي التابع لإدارة التعليم. أيوة. في مكة المكرمة في العزيزية، معروف فيه. فأتصور ما أدري ربما الآن قد يكونوا نقلوها، يعني تثبت ذلك. طيب، إحنا يا شيخنا الله يحفظك وبارك فيك، يعني أيضا نود أن نتوقف عند الأوقاف، وهذا استكمال لحديثك العمل الذي يكون لله
أنه يبقى أثره إلى إن شاء الله يعني إلى أكبر زمن ممكن، لكننا نضطر نذهب إلى فاصل إن شاء الله. أيها الكرام نذهب إلى فاصل ثم نعود لنستكمل الحديث، فإلى اللقاء. من أرض مكة مشرقاً كالكون زينه الهلال. من أرض مكة مشرقاً كالكون زينه الهلال. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، نستكمل الحديث عن عين زبيدة، وحياك الله أستاذنا أستاذ دكتور عادل الغباشي. شيخنا الفاضل الله يحفظك، الآن من خلال حديثك الكريم أن عين زبيدة لها فرعين، فرع من حنين صحيح. ويوصل إلى المعلاه، وفرع آخر من وادي نعمان وكان يصب في العزيزية في موقع مسجد الشيخ بن باز رحمه الله عليه. نعم. ولحرصها، وهذا ذكرنا سابقا، أوقفت أوقاف لخدمة هذا المشروع، حتى سبحان الله يا شيخنا الآن أحيانا في ماء اسمه ماء عين زبيد، هل هذا اللي نشربه الآن هو من العين هذه ولا بس إنه وقف يعني؟ لا بس هذا اسم ما يعني والله. قرأت إنه يعني حتى الأوقاف تدخل دخلا طيبا، والله حتى عدد كبير من الأوقاف ريعها طبعا يخدم العين أو مشروعات العين. فحدثنا جزاك الله خير عن الصيانات التي حصلت فيما بعد والاهتمام والحرص على ذلك. بس لنكمل نقطتين الله يسلمك. تفضل الله يحفظك. أبدا. النقطة الأولى اللي هو كيف استطاعوا أن هم يعملوا ميزان الماء وسيروا الماء من وادي نعمان إلى مكة المكرمة. أي نعم صحيح. هذا ما في مضخات حتى تصعد فوق. ما في مضخات على الإطلاق. وش عملوا أيضا من العيون التي كانت في الطريق المجرى. هذا رقم واحد. رقم اثنين بتكلم عن عين زبيدة باعتبارها وقف أيضا. جميل. طيب. فالنقطة الأولى اللي هو الميزان. الميزان هذا درس دراسة عميقة جدا. يعني أنا سبحان الله أقف متعجب. أنا أتكلم عن 194 هجرية، القرن الثاني للهجرة. تستطيع، وأنا قست أول خرزة كانت على منبع العين كان عمقها في وادي نعمان، أنا شخصيا قستها ومترتها، حوالي 34 متر تحت مستوى سطح الأرض. نعم مسافة نعم. طويلة. أنا مسؤول عن هذا الكلام. صادق صادق صحيح. 34 متر عن مستوى سطح الأرض. بعدين تجيني القناة تظهر لي على سفح جبل الرحمة. يا الله إيش هذا التطور الكبير جدا. إذن كان عمل هندسي كبير رائع، عمل علمي جبار ما يمكن حتى ربما إحنا الآن نحتاج أجهزة عشان نصل إلى هذا المستوى. هو وصل لها قبل 1200 سنة، فطلع عليها على سفح جبل الرحمة. يعني الحجاج واقف، حتى فيه كان فيه صنابير من الرخام وفيها فتحات يشربوا منها. نعم. وعندي صورة أحد هذه الصنابير كانت موجودة في كتاب، الآن مع الأسف طبعا انشالت يعني، لكن موجودة. فطلع لي هذا الميزان كله، تطلع تمشي المويه لين تصل للعزيزية. جونا في العزيزية في عام 969 هجرية، قال لك مياه عين زبيدة القادمة من وادي حنين. فاشتغلوا حوالي 10 سنوات وقصوا المنطقة الصخرية. أيوة. اللي ممتدة من مسجد بن باز إلى نصل إلى الشيشة. تمام. معايا. وبالتالي مدوا القناة تحت. الآن لو عملنا حفر سنجد قناة موجودة بنسبة 100% تحت السكة هذه اللي احنا بنمشي عليها بالسيارة. لا لا لا. نعم. إلى أن وصلت الموية والتقت مياه عين زبيدة القادمة من وادي نعمان والقادمة من وادي حنين في موضع مبنى ساحة أمارة منطقة مكة المكرمة. حاليا. ومن هناك انطلق الماء ليغذي أحياء مكة المكرمة. جميل. بقينا يتكلم عن أن هذه المياه العين هي وقف، لأنه في كتابها في نقش الحجري. أيه. اللي عملته وقرأ لنا هذا النص الفاكهي في كتابي أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، أنها قالت إنها صدقة جارية لأهل مكة. الله أكبر. والفقهاء أيضا قالوا عندنا 40 ذراع ما حد يقرب من قناة الموية. أيوة. 40 ذراع من كل اتجاه ما حد يقرب منها. تعتبر وقف. هذا مرة وقف. نعم. فبالتالي أنا اشتغلت طبعا عن المناطق هذه كلها من حوالي 40 سنة، ما كان في لا أحواش ولا في استراحات ولا في مباني. مع الأسف الشديد طبعا جات طلعت هذه كلها تقريبا في 20 أو 25 سنة الماضية.
لا ننسى أن وادي نعمان هذا هو في خزان طبيعي لمكة المكرمة. هذا الخزان الطبيعي يعني لو خربت مياه التحلية وكذا بترجع أنت للخزنة الاستراتيجي الطبيعي الموجود في هذا وادي نعمان. سقى مكة 1200 سنة حيكمل أيضا يسقيها ربما ل 1200 أو أكثر من آلاف السنين القادمة لو الله سبحانه وتعالى كتب الحياة لهذا المكان المبارك. فبالتالي إحنا أيضا بحاجة أن يكون أيضا في تعاون وتنسيق بين وزارة السياحة والمسؤولين المختصين في السياحة والمختصين في البيئة، لأنه أيضا إعادة البيئة وإعادة الحياة الطبيعية إلى هذه المنطقة هذا مطلب جدا، وهذا الذي يدعو إليه سمو ولي العهد جزاه الله خير، أنه مطلب كبير جدا. وما يمنع أنه أيضا هذه لو ارتبطت بالهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة، بحيث أنه فعلا يهتم بمنابع مصادر المياه الطبيعية التي كانت تغذي مكة المكرمة وترجع متنفس. كل الموجودة ترى الآن لو تشاهدها وانت طالع في وادي نعمان يعني عدد قليل جدا من الاستراحات طلعت على اليمين وعلى اليسار بعض البيوت اللي طلعت، يفترض انه هذه تكون كلها ساحة لاستقطاب مياه الأمطار وبالتالي تحفظ وتخزن في هذا الوادي. نمنع أيضا من هذا الوادي الإسراف في سحب كميات المياه الضخمة جدا، الآن نزلت الأعماق أكثر من 34 وهذه متر. ستؤثر على المخزون بالتأكيد بالضبط. فأنا كل ما حافظت على هذا المخزون وكل ما يعني أعطيته العناية كل ما كان أيضا له مردود، وحتى الاقتصادي أنا أتكلم صحيح. اقتصادي متنزه على مكة، من هذا المكان كانت تأتي الخضار وتأتي الفواكه إلى مكة. الله سبحانه وتعالى يصف مكة بأنها وادي غير ذي زرع، لكن من فين تجيها؟ فتجيها إذا كده من وادي نعمان، تجيها من وادي فاطمة، من الأودية المحيطة بمكة المكرم. فنحن فعلا بحاجة إلى أنه فعلا يعني نتخذ محافظة عليها محافظة على طيب هذه. هل يمكن الآن يا شيخ من بقايا عين زبيدة، يعني لازال في بقايا الآن صحيح يعاد ولو جزء منها، يعني الآن تعرف التوجه أنه الحفاظ على هذه الأشياء الأثرية وإظهارها وإبرازها، هل يمكن استفادة منها ولو جزء منها الباقي ولا تقريبا؟ أنا في تقديري وانا اشتغلت بتكلم انا بتكلم واحد اشتغل في هذا المجال، انا في تقديري اني انا اعيد تشغيل المجرى غير ممكن الان. ليش؟ لعده اسباب. انا طبعا عندي وثائق انا اتكلم في ونشرتها في كتابي، يعني ما هي سريه، منشوره في كتابي لمسار المجرى. فمسار المجرى الان اصبح تحت عمائر ب10 و15 دور، ما يمكن ان احد العمارة هذه ب15 دور. مسار المجرى يمشي من وادي نعمان ومن وادي حنين أن يصل التقي في مبنى عمارة منطقة مكة، ومر في مكة لأن يصل إلى ما عرف ببركة ماجل في المسفلة قريب من موقف السيارات المتكرر في المسفلة. أي نعم. بعد شركة مكة للتعمير هذه مناطق حيوية الآن. أي. الله أعلم ربما إلا هو صعب لكن يعني ممكن يبقى كأثر واضح فقط. جزاك الله خير، يعني هذا العمل الطيب المبارك خدم سنين ولله الحمد، وسخر الله جل وعلا الآن من يخدم الحجاج ويصلهم الماء بطرق مختلفة الحمد لله، ونسأل الله أن يجعل في ميزان حسناتها السيدة آمين. زبيدة رحمها الله، وفي ميزان حسنات كل من قدم وخدم هذا البلد. نعم. في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم لك بخالص الشكر والتقدير على ما قدمت، على أن نلتقي إن شاء الله في حلقات أخرى إن شاء الله بإذن الله. والشكر موصول لكم أيها الكرام، نستودعكم الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة. نور المكرمة اعتلى حتى تربع في جلال، مد السناء إلى الدنا وغيوث رحمته أسى. وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، وأفاض فضلا سابغا فيما تجدد من مقال، من أرض مكة مشرقا كالكون زينه الهلال، كالكون زينه
له الهلال.